قال في آيات تؤيد عدم نزول عيسى، قال منها قوله تعالى وأنهم إليها لا يرجعون. ده في شنو؟ ده في الزول المات، ده في الزول شنو؟ المات. انت جيب لنا دليل صريح انه عيسى عليه السلام مات، جيب لنا دليل صريح انه عيسى عليه السلام مات. ما عندك دليل صريح الا يقول لك ربنا قال واني متوفيك. طيب اخذت بمتوفيك ورافعك الي، ليه ما اخذت بها؟ جارتها طوالي في نفس الايه، جارتها طوالي، ليه ما اخذت بها؟ واذ قال الله يا عيسى اني متوفيك ورافعك الي. الرفع يا شعبيين بيكون من اليمين للشمال ولا من فوق لتحت ولا من النص للجنبه ولا بكون كيف؟ ولا الايه دي ما من اللغه العربيه، الايه دي ما من اللغه العربيه. والى الجه بعد كلمه رافعك الى دي الجات، ومعاها يا المتكلم رافعك الي، كويس. والى في لغه العرب حرف جر ويدل على النهايه والغايه، النهايه والغايه. لما اقول انا ماشي الى الجامعه او ذهبت من البيت الى السوق معناه نهايه مشواري. ده وين يا اخواننا؟ السوق. ده في لغه العرب. فانا ما اعرف الشعبيين ديل، الناس ديل بيفكروا بياتوا منطق او دارين يصلوا لشنو ذاته. بعد ذاك قال وخاتم النبيين. اها شنو يعني خاتم النبيين؟ معناه شنو؟ معناه انه النبي صلى الله عليه وسلم اخر رسول واخر نبي. اها شنو يعني؟ والواد ما قادر يقول الشبهة ذاته. الشبهة انه اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم اخر رسول وعيسى جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم معناه النبي صلى الله عليه وسلم ما خاتم النبيين. هو الشبهة ذاته ما قادر يقولها. وطبعا الكلام ده العلماء قالوا كونه عيسى عليه السلام ياتي بعد الرسول صلى الله عليه وسلم لا ياتي بتشريع جديد. ها؟ وهذا لا ينافي كون انه رسالة النبي صلى الله عليه وسلم هي الرسالة الخاتمة. لأنه ربنا سبحانه وتعالى قال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين. هذه دي تبع المركزية حقتك، أنت قلت مركزيتك القرآن ولا ما تبع المركزية؟ ربنا قال وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتنصرون لا 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 قال ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري أي عهدي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون ولو أسلم في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. عرفتها؟ وعيسى عليه السلام أو غيره من الأنبياء بيجوا تابعين لرسالة الرسول صلى الله عليه وسلم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح الجامع لما لقى عمر بن الخطاب شايل له صحيفه من التوراة بيقرا فوقها، غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب؟ والله لقد جئتكم بها بيضاء نقية لو أن موسى بن عمران كان حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. الأنبياء ديل كلهم لو قاعدين كلهم بيحكموا بشريعة الرسول صلى الله عليه وسلم وبكونوا تبع للنبي عليه الصلاة والسلام. عرفتها؟ عشان كده ذاته في الحديث حديث أبي هريرة ربنا سبحانه وتعالى قال في 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 الحديث بتاع أبو هريرة النبي صلى الله عليه وسلم قال عيسى عليه السلام حيحكم بشريعة شنو؟ شريعة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فيقتل الصليب، فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويضع الجزية ويفيض المال. وعيسى عليه السلام حيصلي ورا المهدي، مش بتاع الأنصار في الجزيرة أبا، المهدي اللي بيجي في آخر الزمان. قال في صلاة الفجر حديث النواس ابن سمعان، عرفتها؟ في صحيح مسلم. ولو داير تنزل معانا الميدان ده برضو جاهز لك إن شاء الله. فقال بيجي نازل عيسى عليه السلام من السماء بين مهرودتين، قال على المنارة البيضاء بدمشق، فيجد المسلمين صفوفا والإمام موجود المهدي. قال فلما يعلم المهدي إنه عيسى عليه السلام وراه قال فيهم أن يتأخر المهدي، بيقول دار يرجع، فيشير إليه عيسى أن اثبت مكانك فإن بعض هذه الأمة يؤم بعضها تكريمة الله لهذه الأمة.
فده دي شريعة منه؟ دي شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. لكن اللي بفهم التراب منه واللي بفهم ولاداته ديل منه؟ ناس عبارة عن دراويش بس لابسين قمصان. الدرويش بتاع الطريقة الصوفية بيشرب موية الوضو بتاعت الشيخ وبيتبرك بالشيخ وبعصر كرعين الشيخ وظهر الشيخ ويجيب للشيخ الموية ويملى له الإبريق وما بيقعد في التبروقة بتاعته وبياكل بزاغ الشيخ والموجود ده. وبرضه ده لو في ناس عندهم رأي موجود عندنا قاعد. لكن الشعبيين بس بثوب جديد. التراب يجي يقول لهم عيسى ما نازل، عيسى ما نازل. عذاب قبر ما في، عذاب قبر ما في. المرض صلي بالرجال، المرض صلي بالرجال. وهكذا يجي يقول لهم يا اخواننا هوي ما بناخذ بحديث الاحاد. صح يا الترابي انت العالم كفايه الغرام بس، لكن يقول لهم في حديث مورغه حديث احاد لكن بناخذ به. اي صح يا الترابي برضه ناخذ بحديث الاحاد. يبقى اخواننا ده شغل بتاع هوا، ده شغل بتاع هوا ولا ما شغل بتاع هوا كده؟ فهموني، الفرصه مفتوحه للحوار والنقاش. حيرتمونا بهذا السكون، ما تشتغلوا نقولتي يا ساكت، ما تشتغلوا نقولتي الشينا منكوره مش ايوه. عشان كده بتلقى الشافع في البيت اخوك الصغير لو عمل عمله لما الحاج يجي في البيت تلقاه بيلف بورا بغادي، بيخش البيت بغادي ببعيد، لانه عامل عمله شينه وعملتك دي والله شينه شنا قبيحه ريحتها طاقه شينه جدا يا اخي. يخزول يحسد الانبياء يا اخي، تحسد الرسول صلى الله عليه وسلم في الاسراء والمعراج؟ رايكم فيه شنو كده؟ فمفتوح الحوار والنقاش. ورونا انتم دينكم ده عامل كيف؟ ما هو لونه وما طعمه وما ريحته؟ كده ورونا عشان نخش معاكم نبقى معاكم حرين. طيب قال اخطاء لغويه والله. اذا عير الطائيه بالبخل مادر قال، مش الشاعر قال كده؟ قال فيا نفس ها فيا موت زر ان الحياه مذمه ويا شعبي جد فان دهرك هازل، ولا مش بيقول حاجه زي دي؟ طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الدهر، برضه بيت الشعر ده برضه عندنا فيه راي، فهمت؟ لانه ده حديث الرسول صلى الله عليه وسلم.